ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو الشيف القمر شيف النجوم شيف هويده ادم. اهلا بحضرتك يا شيف. اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انا سامعه حاجات كده. ده بجد معانا النهارده طاجن رز معمر بالحمام. ايوه. وبطاطا بالكراميل والكاستر. أيوة. وسلطه فتوش. ايوه. ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. بقى تبداي لنا بايه؟ هنبدا الاول بالطاجن الحمام عشان يلحق يستوي. طيب تمام. الاول هنحط طبعا المقادير. المقادير بقى هنشوفها دلوقتي على الشاشه. اوكي. نبدا نحط السمنه. ده رز معمر بالحمام. بالحمام الفيليه. يا حمام مخلي. حمام مخلي. الزبده. دي سمنه بلدي. طبعا الحمام الحمام حبيبه السمنه البلدي مش الزبده. سمنه بلدي. سمنه بلدي. ده الثوم. ده بصل. بصل. ده انا شاطره جدا في المطبخ يا شيف. انا هبهرك. طب يلا تعلمي بقى مني. المقادير اهي قدامنا على الشاشه. طبعا واحنا بنعمل ده هنشتغل في الكاستر بتاع البطاطا عشان الوقت. طاجن رز معمر بالحمام. هقول لكم المقادير: 2 حمام مسلوق ومخلي من الجلد والعظم، 2 كوب ارز مصري مغسول ومنقوع لمده نص ساعه، بصله متوسطه الحجم مفرومه، 2 كوب ونص حليب، نص كوب كريمة طبخ، 4 معالق سمنة بلدي، ملح وفلفل وجوز الطيب، مكعب مرقة. المقادير تاني: طاجن رز المعمر بالحمام، 2 حمام مسلوق ومخلي من الجلد والعظم، 2 كوب أرز مصري مغسول ومنقوع لمدة نصف ساعة، بصلة متوسطة الحجم، 2 كوب ونصف حليب، نص كوباية كريمة طبخ، 4 معالق سمنة، ملح وفلفل وجوز الطيب ومكعب مرقة. دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا حطينا البصل على السمنة بياخد تشويحة كده. طبعا احنا مش بنغمق لونه، يدوبك بس ان هو يبقى شفاف ياخد لون بس كده عشان الحمام. بعد كده طبعا الحمام انا مجهزاه وخلياه وشايله من الجلد والعظم. هو بس بيتسلق ما بتشوحش او حاجة؟ بيتسلق. لا بيتسلق بس. وبعد كده بعد ما بيتسلق احنا بناخد اللحم بتاعه بس ونشيل الجلد والعظم. يعني اللي اتحط ده قد ايه؟ اللي اتحط ده يعني جوز فردتين. طبعا ده بيتعمل لو على قد افراد الاسره كل واحد واحده. تمام. يعني لو عايزه عدد اكبر بيبقى على كل، يعني لو اربع افراد يبقى اربع كوبايات رز واربع فرد حمام. تمام. يبقى احنا هنا نحط كوبايتين صح؟ تمام. نحط كوبايتين بعد كده. بعد كده طبعا عندي البهارات بتاعتي. ملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان من برضو مطحون بيدي طعم حلو جدا. متهيألي الحمام مبقاش محتاج بهارات كتير عشان ما يضيعش. لا ما ضيعش طعمه. طبعا جوز الطيب مع الحمام طبعا لازم طفة. بتبقى حاجه كويسه جدا. بتديله طعم وريحه. شيف بالنسبه بقى داخلين على الشهر الكريم، كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. رمضان بقى والعزومات، قولي لنا بقى عزومه اول يوم. طبعا عزومه اول يوم دي عندي بتبقى مقدسه، لازم بقى فيها رومي ومحاشي. ايوه احنا بقى عايزين نقول كده للساده المشاهدين ممكن يعملوا ايه اول يوم. اول يوم طبعا لازم بيبقى فيها المحاشي دي، ده المقدس عند المصريين. اول يوم بيبقى فيه محاشي طبعا. في رقاق، في جلاش باللحمه المفرومه، مكرونه بالبشاميل طبعا بقى، البط اساسي، وبط طبعا مع المحشي، ملوخيه ده اهم حاجه. ده كل ده في اول يوم. ما هو ده بقى النصايح من الشيف. اختيارات. انا اصلا يعني دايما في اول يوم في رمضان لازم بعزم العيله كلها عندي. فعشان كده يعني ايه انا ده حضرتك بتتكلمي عن نفسك. يعني ما بتتكلمش عن الناس، يعني ما بتسمعوش عشان بس الكميه الفظيعه اللي الشيف بتتكلم عليها. بتتكلم عن محشي. لا انا بديهم اختيارات، انا بديهم اختيارات هم يختاروا. يعني مثلا محشي مع احنا عايزين اول يوم مثلا محشي وبط وملوخيه مثلا. ماشي. محشي وبط وملوخيه كفايه. كفايه كده دسم قوي بس كفايه. والشوربه طبعا والشوربه والحاجات دي. تاني يوم مثلا صينيه مكرونه بالبشاميل، فراخ بانيه كده عشان الولاد الصغيرين. طبعا البانيه بيبقى بيحبوه جدا الاطفال. اعتقد يعني احنا انا عن نفسي بهرب من البانيه في
في شهر رمضان يعني بيبقى طول السنة فخلاص بقى. لا انا عندي بقى بيحبوا النواشف في رمضان. يعني في ناس بتيجي في رمضان ما تبقاش عايزه تاكل طبيخ، بتبقى طبعا الصيام تقيل وبالذات لما بيكون في الصيف تبقى عايزه حاجه خفيفه. كلمينا عن السمك في رمضان ليه؟ ليه يعني انا باكل سمك في رمضان عادي، ليه بيقولوا سمك في رمضان لا؟ في ناس بتقول السمك بعد ما بناكله بيحصل مثلا همدان في الجسم مش عارفه ايه، فعشان كده هم بيبقوا مش محبذينه قوي يعني. فعشان كده، لكن هو طبعا السمك مفيد جدا، مفيد جدا لكل حاجه يعني. تمام، احنا كده حطينا البصله مع السمنه وحطينا عليها الحمام وحطينا البهارات. ايوه محتاجه ايه نحط ايه تاني عليها؟ الرز بتاعي. دلوقتي بقى نحط الرز. طبعا هي شايفه قدامنا اهو، مش يعني ما خليتيش البصله لا ما البصله ما بتحمرش لان طبعا هي بس بتشوح بس عشان تاخد المقدار بتاعه. طبعا انا بقى حضرتك عارفه طبعا كشيف انا عارفه المقادير. طبعا خلاص حفظتي بقى. حفظت طبعا مع الخبره بقى خلاص. كوبايتين رز. كوبايتين بالظبط. كوبايتين بالظبط. تمام، برضو بيتشوحوا معاهم شويه. طبعا كل ما بيكون نوع الرز كويس كل ما بيكون افضل، يعني ما بيبقاش محتاج بقى ان هو يتغسل كتير او يتعمل كتير كده يعني. بنسيبها تقريبا على النار قد ايه؟ ما فيش، دقيقتين بس كده يا دوبك تتشوح معاهم تاخد بس. انا شايفه ان البصله يعني مش محمر قوي. لا ما هي ما تحمرش لان طبعا هي لو بس خدت لون مع السمنه، مع لو غمقت مع اللبن هيبقى لون الطاجن مش الرز مش بتاعه مش ابيض، هيبقى الرز بتاعه غامق. طيب احنا معانا تليفون. شيماء صباح الخير. صباح الخير يا شيماء، اخبارك ايه؟ ازيك يا استاذه هنا؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي، الحمد لله. طبعا انا النهارده انا بحييكوا حبيبتي، ميرسي جدا. والاطلاله الجميله ليكي والاطلاله الجميله لاختي حبيبتي الشيف وايده. ربنا ده ابتدينا بقى الجمهور. ابتدينا الجمهور بتاعك اهو يا شيف. كان لازم اكون اول مداخله واقول لها الف مبروك وربنا يقويكي. وعايزه اقول لك انك لو دقتي من ايديها الاكله دي مش هتبطلي. ما انا مستنيه منها. ما انا بقول لهم قبل الهوا بقول لهم انا ضمنت الغدا بتاعي النهارده اهو يا جماعه. لا ده انت هتضمني الغدا على طول بسم الله ما شاء الله، مش عشان هي اختي والله ما شاء الله، بس عايزه اقول لك ان احلى اكل بتاكليه من ايديها. احنا هنجرب بقى يا شيماء دلوقتي اهو، هنجرب ونشوف اللي كانت بتعمل. هنجرب بقى ونشوف دلوقتي هي بتعمل معانا ايه. ربنا يخليكي يا شوشو حبيبتي، ربنا يخليكي. بصي يا شوشو في اي سؤال ليكي؟ لا حبيبتي انا عارفه كل حاجه، انا نفسي بس اقول لكم موقف من زمان مع هويدا واحنا صغيرين. كانت مامتي بتيجي من الشغل الساعه 2. تمام. وهي المفروض اول لما تيجي لازم يكون الاكل جاهز الساعه 2. كانت هويدا ممكن تقوم الساعه 1:30 2 الا ربع وماما تيجي تلاقي الاكل جاهز. ما شاء الله. لا يا بنتي طب انت عملتي ده ازاي؟ تقعد تضحك. طب علميني لحد دلوقتي للاسف ما عرفتش اتعلم. ثانيه واحده يا شيف. لا ما شاء الله، هنشوف بقى، هنتابع مع الشيف وتابع الحلقه بقى يا شيماء. ميرسي جدا لاتصالك. احنا دلوقتي شوف عملنا ايه معلش. دلوقتي احنا فضينا خلاص، هو اتشوح معاه، احنا فضينا بقى وهندفي اللبن شويه. في البايركس حطينا اللي احنا عملناه على الحمام، الرز على الحمام، على البصل، على البصله. وبعدين هنحط اللبن. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنحط كوبايتين، ده معيار اللبن اللي احنا هنستخدمه. تمام، كوبايتين لبن ونزود شويه كمان معاهم، ومعاهم بقى برضو حاجه برضو بتخلي الطعم جميل جدا. شويه كريمه طبخ. كريمه الطبخ معاه طبعا بتخليه غني اكتر وبتديله طعم. ده محتاج يتقلب. لا ده خلاص خلص. خلاص ده خلص. اه لا انا هعجبك قوي يا شيف، يعني انا شاطره جدا في المطبخ. طبعا كده خلاص كده الحليب بس بيسخن وهنحط على الطاجن، والطاجن هيدخل الفرن. طبعا طيب. بنحط له الملح بتاعه، احنا حاطين ملح هنا بس احنا بنزود الملح بتاع الملح على اللبن والكريمه. اللبن والكريمه. الكريمه محتاجه وقت على النار ولا لا؟ لا لا هي بس بتسخن، مجرد انه بيسخن بس. طيب تمام، ممكن احطها بقى على طول عشان مجرد انه بيسخن، وبعد كده بندخله على الفرن على طول. تمام، ما بنحطش حاجه على الوش يا شيف؟ لا زي ما هو كده. زي ما هو كده. طيب ممكن ندخله الفرن بقى. هو كده بقى طبعا بياخد ويدي مع بعضه وبيعمل بقى هو وش جميل. طبعا بنحطها على الشبكه اللي في النص. حطها بقى وخلاص يا شيف. ده التسويه كمان عامل مهم جدا. لازم في النص كده عشان ايه يقدر اللبن يغلي ويعمل الوش. تسلم ايدك. احنا معانا تليفون. مدام سماح. الو الو. ايوه صباح الخير.
صباح الخير يا فندم. صباح اهلا بيك يا استاذه هنا. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. منوريني. ميرسي يا حبيبتي، بنورك، ربنا يخليك. بشكر حضرتك على البرنامج الجميل والفقرات اللي حضرتك بتجيبيها لنا. ميرسي جدا. ميرسي جدا يا حبيبتي، ربنا يخليكي، منورانا. استاذه هنا، واحب اطبق على الشيف، تسلم ايدك يا شيف هويدا. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، الف شكر، الف شكر، ربنا يخليك. الله يا رب يعجبك بقى ان شاء الله، يا رب يعجبك. احنا هندوق بقى يا سماح ونقول لك. ها انا محظوظه النهارده. بألف هنا يا مدام هنا، بألف هنا حبيبتي، ربنا يخليكي. ميرسي جدا، شكرا لك. في اي سؤال للشيف؟ طيب لا والله انا هحاول اتفرج لحد الاخر وان شاء الله هقوم انفذ. حبيبتي حبيبتي، ميرسي جدا ليكي. تابعينا دلوقتي طبعا ان البطاطا جايبه، البطاطا دي بتتقطع حلقات. احنا هنعمل ايه ثانيه واحده؟ احنا كده خلصنا بالكراميل والكاستر. البطاطا البطاطا طبعا انا سلقاها، عاملاها حلقات وحطها في الحله وعليها سكر، نص كوبايه السكر اللي انا قايله عليها، وما بتحطلهاش ميه ولا اي حاجه، بتحط على النار هي بتنزل ميتها وبتستوي. مسلوقه؟ لا مش مسلوقه، لا هي بنحطها، البطاطا بتتقطع حلقات وتتحط في الحله فاضيه من غير ميه ولا حاجه وعليها السكر، بنحطها على النار، هي بتنزل الميه بتاعتها وبتستوي بيها. بعد ما بتستوي انا بهرسها ونحط لها طبعا معلقتين الزبده اللي موجودين معانا، وحبه كريمه طبخ او مش متوفره كريمه الطبخ، شويه لبن معاها، وبنهرسها مع السكر، هي طبعا السكر حسب الرغبه. تمام، احنا ممكن ننزل يا جماعه المقادير بتاعت البطاطا بالكراميل والكاستر. تمام، انا هقول لهم المقادير: 1 كيلو بطاطا متقشره ومتقطعه حلقات، نصف كوب سكر، 3 معالق زبده، نصف كوبايه كريمه طهي او حليب، رشه قرفه، 3 معالق بودره كاستر، نص كوب حليب، الكراميل بقى كوبايه سكر، 3 معالق زبده، ربع كوبايه كريمه، ربع كوبايه حليب. تاني المقادير: 1 كيلو بطاطا متقشره ومتقطعه حلقات، نص كوبايه سكر، 3 معالق زبده، نص كوبايه كريمه، 3 معالق بودره كاستر، نص كوبايه لبن، الكراميل، كوبايه سكر، 3 معالق زبده، ربع كوبايه كريمه، ربع كوبايه حليب. احنا دلوقتي شوف هنعمل ايه. دلوقتي انا جبت البطاطا وحطيتها في الطاجن في من تحت. طبعا البطاطا متقطعه حلقات وعليها ومهروسة. سكر ومهروسه وعليها الزبده ورشه قرفه وعليها شويه كريمه طبخ. رشه قرفه في الاول مع المقطعه حلقات ولا بعد ما استوت؟ بعد ما استوت خالص، بعد ما استوت من مع الزبده. السكر بنحط قد ايه؟ سكر نص كوبايه سكر مع كيلو البطاطا. نص مع الكيلو بيطلع يعني، هو الكميه دي كيلو؟ لا الكميه دي نص كيلو. تمام، بتعملها على طول. طبعا الكاستر انا حطيت الكاستر البودر مع اللبن وهو بارد مع السكر، بيتقلبوا على البارد. قد ايه لبن؟ اللبن اللي هو الكوبايتين اللبن اللي حطاهم مع 3 معالق او كوبايه ونص لبن مع 3 معالق كاستر بودر، طبعا بيتقلبوا على البارد مع السكر حسب الرغبه، يعني حسب اللي بيحبها مسكر او بيحبها كده، عايز يزود سكر. اقل حاجه كميه سكر نص اللي هم نص كوبايه السكر، نص كوبايه اللي احنا عملناها في المقادير. طبعا بتتقلب على البارد وبعد كده بتتحط على النار، هي بتغلي مع بعض نفسها كده، وبعد كده بتتقل الكاستر، بيتقل اهو، بنشيله على طول، اول ما يغلي ويتقل بنشيله. يعني الكاستر ده اصلا بيبقى باودر؟ بيبقى باودر. دي معلومه طبعا جديده بالنسبه لي. بيبقى باودر وتحط له لبن. طبعا خلاص هنا كده خلصناه، بنجيبه نحطه على الوش بتاع البطاطا ده، تبقى الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه للطاجن. طبعا عليك يا شيف. لا عادي، احنا متعودين. تسلم ايدك. تسلم. طبعا المفروض بقى بيتساب يبرد شويه، بيتحط في الثلاجه يجمد شويه عشان طبقه الكاستر دي تجمد. احنا معانا حاجه جاهزه تقريبا. معانا حاجه جاهزه. بعد كده انا عامله الكراميل مجهزاه. الكراميل بقى ازاي بقى الطريقه؟ الكراميل طبعا هنحط كوبايه السكر اللي احنا حاطينها. مقادير الكراميل الاول معلش. مقادير الكراميل اللي هي كوبايه سكر وثلاث معالق زبده وكوبايه لبن، يعني نص كوبايه لبن ونص كوبايه كريمه طهي. كريمه طهي. كريمه الطهي طبعا بتبقى اللي هي كريمه الحلو اعتقد، لان لا انا مش كريمه الحلو، كريمه الحلو اللي هي كريمه الحلويات. لا دي كريمه الطبخ. دي كريمه الطبخ، كريمه الطبخ دي بتدي نكهه وما تزودش السكر، لان طبعا الكراميل هي الويدنج كريم العاديه. كريمه الطهي اللي بتتحط في الحاجات السخنه، كريمه اللي هي الحلويات بتبقى على البارد، ما ينفعش تحطها على السخن، بتبوظ لو اتحطت على حاجه سخنه، فاحنا بنستبدلها بكريمه اللي هي الطهي. تمام. طبعا عشان احنا عاملين صنف مسكر فبنجيب كريمه الطهي كمان لانها مش مسكره. طبعا الكراميل احنا بنجيب نص كوبايه السكر وبنحطها على النار، كوبايه السكر على النار من غير اي حاجه لحد لما السكر يسيح ويبدا الكراميل، احنا بنقلبه لحد ما لونه يغمق يبقى لون الكراميل. اول ما يعمل كده بنجيب 3 معالق الزبده ونحطهم عليه ونقلبهم، طبعا هو بيغلي بيفور، نبعد ايدينا عنه عشان ما يجيش علينا. بيعمل بيغلي كده، بعد ما يغلي نجي مزودين كريمه الطبخ ونزود
عليها اللبن وبنقلبه برده. طبعا هو بيبقى سايل شويه، ما نخافش بنسيبه شويه لحد يعني. بعد لما بيبرد بيتقل تاني الكراميل بيبقى تقيل. احنا نحط الكميه كلها، الكميه الكراميل هو حسب الاحتياج، انا جايبه زياده يعني. يعني دي زياده مش دي زياده. طيب احنا معانا تليفون. السلام عليكم. مدام سحر. وعليكم السلام، اتفضلي. هنا. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي حبيبتي، منورين الدنيا كلها والبرنامج ما شاء الله عليكي والله. ميرسي يا حبيبتي. انا يعني متشكره خالص ان انا يعني اتحتولي ان انا ادخل واتكلم. انا طول عمري اعمل الرز المعمر ممتاز، بس اللي بحمام ما بيظبطش معايا ابدا. الحمام العادي، الحمام المحشي، الفريك والرز والحاجات دي. لا، الرز اللي بحط الرز المعمر بالحمام. الشيف كده وهويده ما شاء الله عليكي، ربنا يوفقك. ربنا يخليكي حبيبتي. فانا عايزه اعرف يعني ايه التركه اللي اقدر اظبط بها الحمام فعلا زي كده يعني ما شاء الله. اهم حاجه طبعا الرز يكون نوع كويس ويتنقع شويه، نص ساعه. تاني حاجه طبعا الحمام بيكون نضيف طبعا لما بتيجي تسلقيه، طبعا ملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان وكل بقى الحاجات اللي هي بتدي نكهه للحمام. بعديها طبعا السمنه البلدي دي اساسي في طاجن الحمام، لازم سمنه بلدي مش الزبده، هو بيدي له طعم احسن بالسمنه البلدي يعني. طبعا معاه البهارات والحاجات دي زي ما عملت كده، وكريمه الطبخ طبعا معاه، دي بيبقى ما شاء الله يعني هيطلع هيعجبك جدا باذن الله. وتابع الحلقه بقى. طبعا تابع الحلقه يا مدام سحر. على طول والله. ميرسي جدا ليكي ونورتينا. طبعا دلوقتي احنا خلصنا طاجن البطاطا، هنبدا بقى في سلطه الفتوش. طب احنا قبل ما نبدا في الفتوش عايزين بقى نطلع الناس كده الحاجات اللي احنا معانا جاهزه عشان الكاميرا كده تجيبهم. ده شكل طاجن الحمام طبعا بعد ما بيخلص. ما شاء الله استاذنك تجيبيها هنا. هما عمالين يقولوا لي في الكنترول يعني الكاميرا مهتميه جدا بالطاجن ده، هما عايزين بصي يعني الحلقه تخلص وهجوم على طبعا. طبعا انا بقى ايه عشان الولاد طبعا يحبوه، لان طبعا البطاطا حاجه مفيده جدا للولاد، هو شكلها رائع، حديد وطبعا بروتين لبن وكده، فاحنا بنجيب شويه حاجات كده ملونه عشان الاطفال لهم عشان بقى. الاطفال تعجبهم ويبداوا ياكلوا فيها ويتبسطوا منها. ممكن نبعدهم الاثنين عن بعض شويه. اوكي، مدلعه الاطفال خالص. بمناسبة الأطفال بقى، عايزين وصفات وحاجات نعملها للأطفال عشان ياكلوا خضار، لأن يعني أنا ابني ما بياكلش خضار خالص، عندي آدم ما بيحبش الخضار خالص. والله أنا عندي برضو ابني الكبير كده، بس أنا بعمله إزاي بقى؟ أنا بعمل مثلا بعمل كفتة، وأنا بعمل الكفتة باجي حاطة بشرة معاها كوساية وجزراية وهو مش واخد باله. كوسة وجزراية في إيه؟ كوسة وجزراية نيين، يعني أنا بغسلهم وبعدين أبشرهم ناعم وأحطهم في الكفتة مع اللحمه مع البصل مع كله، بعد كده بيتعمل في الفرن ما بيبانش ابدا. دي فكره حلوه، ما بيبانش ابدا. بنضحك عليهم بنضحك عليهم، ما بياكلوش خضار خالص. مثلا انا بعمل المكرونه لازم احط قطعه بنجر في الصلصه. طب ده هي البنجر، وانا بضرب طبعا الطماطم في الخلاط بحط قطعه بنجر، منها بتخلي الطماطم حمراء ومنها طبعا بتديهم فايده غذائيه، لان البنجر حديد بياخد فايده غذائيه كويسه جدا منه. فطبعا الحاجات دي اي حاجه بعملها شوربه اي حاجه بحط لهم معلقه شوفان، معلقه جنين القمح. هم طبعا مش واخدين بالهم من الحاجات دي، بس بتبان وبياكلوها وبيستفيدوا منها. تمام. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل بقى دلوقتي سلطه الفتوش. فتوش، انا عندي الفتوش السلطه مع عندي هنا ثلاث حبات طماطم متقطعه منزوعه البذر، طماطم لحم بس، وثلاثة خيار برده مقطع مكعبات، وعندي واحد ربع حبه كابوتشا. عندي ممكن المقادير يا جماعه بس ننزلها على الهواء. تمام، المقادير على الشاشه. عندي طبعا ده الخبز اللبناني المقطع ومتحمر، وفي زيت زيتون وفي ليمون وفي سماء، لان طبعا هو اساس الفتوش السماء. طيب تمام، طبعا نقول لهم برده المقادير تاني، دي حاجه سهله جدا. ممكن اقول لهم ثانيه واحده وتبتدي. سلطه الفتوش 3 حبه طماطم منزوعه البذر، 3 حبه خيار مقطعه مكعبات متوسطه، ربع حبه كابوتشي مقطعه برده مكعبات، عيش لبناني مقطع مكعبات ومتحمر، زيت زيتون، سماء، عصير ليمون، ملح. هنبدا المقادير برده اهي على الشاشه. نرجع بقى للشيف، الكاميرا ترجع للشيف. طبعا بدانا حطينا ايه؟ هنحط الكابوتشا، هنحط القص، الخيار، كلها حاجات سهله جدا. وهنحط الطماطم معاها. بعد كده هنبدا نعمل الصوص بتاعه بقى، اللي هو صوص السلطه الدريسنج اللي هيتحط عليه. هنحط زيت زيتون
كمية قد ايه؟ حوالي 3 معالق 4 معالق. طبعا هو كل ما بيكتر كل ما بيبقى افضل، لان زيت الزيتون مفيد جدا. ايوه هنحط السماء. السماء طبعا بيديله مزازه، بيديله مزازه حلوه جدا. ممكن احط خل تفاح؟ لا هو مش محبس فيه يعني، هو السماء مع دبس الرمان. طبعا الفتوش لازم دبس رمان معاه مش خل تفاح. طب احنا ما حطيناش دبس رمان. دبس الرمان موجود قد ايه؟ هنحط معلقتين بما يعادل معلقتين ثلاثه. طبعا ما احنا ما فيش معلقه بقى، حضرتك بتحطي كده خلاص الشيف بقت ما انا خلاص عارفه بقى المقادير متمرسه يعني. مش عايز ينزل. ما هو جامد بقى الدنيا برد ساقع. ايوه عشان يعرفوا. أيوة بس بينزل. بيعملوا طبعا انا عارفه المقادير، لان انا يعني ايه عارفاها بتبقى نازله ازاي، عارفه الكميه المطلوبه قد ايه. معلش هو لازم يجمد يا شيف، الاستوديو تلج، المخرج لازم ينشفنا يعني. احنا حطينا ايه على ايه تاني؟ حطينا كده الدبس الرمان على سماء على زيت زيتون. طبعا عندنا بقى عصير الليمون. طبعا انا ما بحبش احط عصير الليمون، اسيبه موجود لانه طبعا بيفقد قيمته الغذائيه، فلما بيكون فريش افضل بيبقى احسن يعني. تمام. اول ما يتقطع يتعمل على طول. تمام. طبعا هنحط عصير الليمون. قد ايه ليمون؟ ليمونتين بس. ده كده مزز قوي. ما هو فتوش كده، هو حلاوته في مزازته يعني. طيب شيف بقى، بمناسبه رمضان برضو نرجع تاني، قول لنا ممكن ستات في البيت دلوقتي تبدا تخزن ايه؟ والله هو دلوقتي موسم مثلا في الخضار، موسم البسله. طبعا البسله والجزر، الاولاد كلها طبعا بتحب البسله جدا، الاولاد والكبار بيحبوا البسله. بسله وجزر. بسله وجزر. الحاجات التحضيرات للرمضان، تحضيرات التخزين، نخزن ايه وايه وايه؟ الاول في الخضار عشان ولا عشان ما يبقاش في وقت عموما؟ عموما. اولا في الخضار طبعا هنخزن الخضار الموجود بتاع السوق، اللي هو القلقاس، البسله، الجزر، الحاجات دي كلها. بالنسبه بقى للحوم، طبعا الاطفال بيحبوا الحاجات زي ما قلت لك في رمضان، بيحبوا الحاجات النواشف. ممكن نعمل الناجتس للاطفال، برجر لحمه، برجر فراخ، الفراخ اللي هي المتبله زي اللي بيجيبوها من بره، دول مش هياخدوا وقت. طبعا بيتعملوا ليها وبتحطوا في الفريزر، بتطلع على القليه معاهم بقى شويه مكرونه، رز، حاجه اللي هي اللي هم بيحبوه يعني. طبعا هنحط شويه ملح كمان، بس حاجه بسيطه. حاجه بسيطه. كفته طبعا، كفته الشوي طبعا. في كفته الرز طبعا بتبقى جميله جدا. الصلصه والحاجات دي لو احنا شلناها من دلوقتي، الصلصه طبعا، الصلصه طبعا ده مفيد. الصلصه ممتازه، الصلصه ممتازه. لما نعمل كميات ونقسمها، كميات وتقسمها على اكياس او بتحطها فيها. احنا دلوقتي هنحط الدريسنج دلوقتي عليه ونقلبه. انا عايزاكي بقى تحطي لنا كده الاكل قدام الكاميرا. حاضر. الاصناف اللي عملناها بعد كده بنحط بقى الخبز المحمص ده. دي بتعتبر وجبه غذائيه يعني، وجبه متكامله يعني. وجبه متكامله يعني، ممكن بتتاكل طبعا بتحسس بالشبع جدا، واعتقد الاطفال هيحبوها. وغير كده كمان هي مفيده جدا طعمها جميل. عايزين نحطها قدام الكاميرا ونخزن ايه كمان؟ طبعا هنخزن الصلصه زي ما قلنا، اللي هي عشان نعمل بيها طبعا اللحوم بتتحط طبعا، محضره البوفتيك، متبلاه، حاطه له بيض وبقسماط وشيلات عشان بس ما تضيعش الوقت. اثناء بتبقى صايمين. السمبوسك طبعا ده رمضان ده اساسي طبعا، لحمه بقى، جبنه، متشكل جبن كده يعني. طبعا دي الحاجات دي بتبقى سهله جدا، بتطلع تتعمل على طول وبتبقى جميله يعني. سيف هويده ادم، حضرتك نورتينا، مبسوطين جدا بالاصناف اللي قدمتها لنا. يا رب كان رز معمر بالحمام، سلطه فتوش، بطاطا بالكراميل والكاستر. كل سنه وحضرتك طيبه، ونتمنى ان حضرتك تبقي معانا في حلقات تاني. شيف هويده هي شيف نجوم كبار يعني موجودين في مصر. ما شاء الله يعني سمعه حضرتك في التجمع يعني. كل النجوم تقريبا بتتعامل مع حضرتك. شرف ليا جدا وجود حضرتك النهارده معانا في الحلقه ونورتينا. ربنا يخليك. وعايزين بقى حلقات كتير في رمضان يعني. ان شاء الله شيف هويده ادم ان شاء الله هتبقى معانا فقره اساسيه ان شاء الله في رمضان، هتبقى معانا فقره اساسيه في برنامج ساعه هنا. ميرسي جدا لحضرتك وبنشكرك وتسلم ايدك على الاكل ده. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله نلتقي في حلقات تانيه كتير. ميرسي جدا، باي باي.